السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع اليوم إن شاء الله حيكون البلاسينتال هرمونز. البلاسينتا هي عبارة عن المكان الذي يعتبر حلقة وصل ما بين الطفل أو ما بين الجنين والأم، وهو يتكون من مجموعة من الخلايا، وهناك تروية دموية جيدة جدا لإيصال الدم والمواد الغذائية إلى الجنين وللتخلص من المخلفات التي تنتج من عمليات الميتابوليزم المختلفة. لذلك هذا بوصلنا إلى وظيفة البلاسينتا. وظيفة البلاسينتا هي عبارة عن عملية نقل المواد الغذائية ومخلفات عمليات الميتابوليزم ما بين الأم والفيتس، فبالتالي هي وظيفتها نقل الغازات respiratory والتخلص من هذه الفضلات الإكسكريتوري وإمداده بالمواد الغذائية nutritive function. الآن عملية إنتاج أيضا للوظيفة الأخرى للبلاسينتا هي عبارة عن عملية إنتاج هرمونات وإنزيمات ضرورية لعمليات الميتابوليزم وضرورية للحفاظ على البريجنسي ومينتينينج للبريجنسي، بحيث أنه يكتمل البريجنسي أو الحمل بصورة الطبيعية. بالتالي نجد أنه البلاسينتا بتشكل وظيفة بارير فانكشن، والشغلة الثانية أو الوظيفة الأخرى هي عبارة عن immunological function أو وظيفة مناعية. بالنسبة لعملية النقل أو الوظيفة التي تتميز بها بنقل المواد المختلفة، فعملية الترانسبورت هي عبارة عن عملية نقل المواد التي يحتاجها الجنين، وهذا راجع إلى وجود vascular system ما بين الأم والفيتال موجود طبعا في البلاسينتا. فهناك كلوز من الفاسكولار سيستم موجود في الام والبيبي ومتصل ما بينهم في البلاسينتا. مهم جدا نعرف انه الدوره الدمويه للام منفصله تماما عن الدوره الدمويه للطفل او للجنين، ولا يوجد خلط ما بين الدم الخاص بالام والدم الخاص بالجنين خاصه في البلاسينتا وين البلاسينتا. عملية النقل أو الوظيفة، وظيفة النقل أول حاجة عندنا respiratory function، هي عبارة عن عملية بيتم من خلالها نقل الأكسجين والتخلص من ثاني أكسيد الكربون، يعني بيدخل ثاني الأكسجين إلى البيبي عن طريق البلاسينتا ويتم التخلص من ثاني أكسيد الكربون. طبعا هذا بيحدث بواسطة السيمبل ديفيوجن. تمام، الأكسجين بيتم إعطاء الطفل الأكسجين أو الجنين الأكسجين بمعدل 5 مل لكل كيلوغرام في الدقيقة الواحدة. بيحدث عملية إفلو عن طريق الكورد إبلاد أو عن طريق اللي هو الحبل السري، فبالتالي نجد في الدقيقة الواحدة ينتقل ما بين 165 إلى 330 مل من الأكسجين في الدقيقة الواحدة. أما الوظيفة الثانية الوظيفة الإخراجية، وهي التخلص من مخلفات الميتابوليزم الويست برودكت زي اليوريا، يوريك أسيد، كرياتينين ومواد أخرى، بيتم التخلص إلها إلى من الفيتس إلى البلاسينتا ومنها إلى مجرى الدم عند الأم، وبالتالي بيحدث التخلص منها عن طريق طبعا عملية السيمبل ديفيوجن. ينتقل من التركيز الأعلى إلى التركيز الأقل، من التركيز الأعلى اللي هو موجود عند الفيتس ينتقل إلى الأم، وبالتالي بيتم التخلص من هذه المواد. إذا كما تحدثنا أن البلاسينتا هي تعتبر بارير تسمح بانتقال بعض المواد كما هي ترانسبورت انتاكت سليمة زي اللي هو الأكسجين، وبعضها بيحدث إلها كونسيوم بشكل أو استهلاك بشكل جزئي، فبالتالي بترجع تتشكل مرة أخرى. وميتابولايز بيحدث مواد بيحدث لها عملية ميتابوليزم، بمعنى أنها تتغير من صورة إلى صورة، وفي بعض المواد تمنع منعا تاما أو منعا باتا من دخولها إلى البلاسينتا لأنها تشكل خطر. نيجي للنيوتريتيف فانكشن، وهي عبارة عن عملية إيصال المواد الغذائية. فنجد أن الجلوكوز هو يعتبر المصدر الأساسي للطاقة اللي بيزود الجنين والبلاسينتا بالطاقة، وينتقل من خلال البلاسينتا بواسطة الفاسيليتيت الديفيوجن. الفاسيليتيت الديفيوجن عن طريق الترانسبورتر. مدام أن حكينا أنه النقل الميسر معناته هنا يبد من وجود ناقل، وهذا الناقل هو الهكسوز ترانسبورتر، عبارة عن بروتين ينقل الجلوكوز، فذلك سميناه هكسوز ترانسبورتر. أيضا الفيتس بيتلقى كميات كبيرة جدا من الجلوكوز، وفي كميات أخرى
وكبيره من الجلوكوز بيحدث لها عمليه اوكسيديشن داخل البلاسنتا الى اللاكتيت، وبالتالي هي تعتبر المصدر الطاقه للجنين. اذا في كميات كبيره جدا من الجلوكوز تدخل الى الفيتوس كما هي، وفي كميات اخرى وكميات كبيره ايضا من الجلوكوز تحدث لها عمليه اكسده في البلاسنتا وتتحول الى لاكتيت، ومن ثم اللاكتيت بيعتبر هو مصدر الطاقه ايضا عند الجنين. الامينو اسيد الموجوده في الفيتال في او في الدم الجنيني اعلى بكثير تركيزها من الموجود في الدوره الدمويه للام، بالتالي ينتقل الامينو اسيد بالاكتيف ترانسبورت. ليش؟ لانه عكس التركيز، فبالتالي ينتقل من التركيز الاقل الى الاعلى، وهذا يحدث عن طريق الاكتيف ترانسبورت. بالنسبه للدهون زي الترايجليسرايد والفاتي اسيد تنتقل مباشره من الام الى الفيتوس في المراحل المبكره من الحمل، وبيستخدمها الجنين. لكن في بعد ذلك بيبدا في المراحل المتاخره من الحمل بيبدا الجنين يكون دهونه بنفسه، ترايجليسرايد والفاتي اسيد. لذلك نجد انه الدهون عند الجنين مصدرها دول اوريجين، يعني مصدرها ثنائي من الام وتكوينه هو من الفيتس. بالنسبه للووتر والالكترولايت زي الصوديوم بوتاسيوم والكلور تنتقل بواسطه السمبل ديفيوجن، لكن الكالسيوم والفوسفورس والايرون ينتقل بواسطه الاكتيف ترانسبورت. نيجي بالنسبه للبارير فانكشن، يعتبر البلاسنتا حاجز بتمنع مرور بعض المواد الى الداخل، بالتالي بتشكل حمايه للجنين من دخول المواد التي تحدث بتعمل اذى، تعتبر هارمفول ايجنت تدخل من السيركوليشن للام الى البيبي، بالتالي البلاسنتا بتمنع هذه المواد. فبالتالي اذا كانت هذه المواد مولكيولار ويت تبعها اكثر من 500 دالتون بيمنع دخولها الى البلاسنتا، وبالتالي لا تصل الى الجنين. اما الوظيفه المناعيه immunological function للبلاسنتا فتكمن في انه الفيتس والبلاسنتا بيتكونوا او يحتوي على انتيجينات من الام ومن انتيجينات من الاب، تمام؟ طيب الان بالنسبه لانتيجينات الاب تعتبر فورين او غريبه عن انتيجينات الام، بالتالي لكن بالرغم من انه هذه الانتيجينات غريبه عن الام الا انه لا يحدث عمليه رفض لهذا الجنين ويكتمل الحمل. هذا راجع لعده اسباب، اول حاجه الى الفيبرينويد والسيالومايسين اللي بتغطي التروفوبلاست، بتعمل عمليه كفرنج لهذه الانتيجينات، وبالتالي لا تظهر هذه الانتيجينات للجهاز المناعه للام، وبالتالي بتم حمايه البيبي. بالنسبه للتروفوبلاست هي عبارة عن الخلايا اللي بتشكل الجنين. الآن بالنسبة للبلاسنتال هرمون زي الستيرويد وهيومن كوريونوغونادوتروبين هرمون بتضعف جهاز المناعة، بتعمل اميونوسبريشن للأم، وهذا اللي بيخلي انه ايضا الام لا ترفض الجنين ولا يحدث عملية ابورشن ويكتمل الحمل. ممكن هذا راجع الى وظيفة او عملية انتاج السيالومايسين. بالنسبة اللي هو نيتابوتش لاير، طبقة نيتابوتش هي عبارة عن طبقة تعتبر طبقة وسيطة او نجدها ما بين الديسوا باساليس اللي هو الانسجة اللي من الام، وما بين اللي هو السيتوتروفوبلاست اللي هي انسجة الجنين. هناك بينهم طبقة من خلايا تسمى نيتابوتشز، هذه النيتابوتشز بتعمل ان اكتيفيشن لانتيجينات هذه الانسجه، وبالتالي بيعمل اللي هو منع الرد المناعي لهذه الانتيجينات. شغله اخرى انه هناك كميه من الهيومن ليكوسايت انتيجين والبلد جروب انتيجين على التروفوبلاست بتكون عددها قليل جدا، وبالتالي الانتيجينيه لها او الانتيجينيك ستيمولس التحفيز الانتيجيني لهذه الانتيجينات يعتبر ضعيف، فبالتالي لا يحفز جهاز المناعه للام. ايضا هناك بعض المواد التي تنتج خلال فتره الحمل بتعمل بلوكينج للانتيبادي الموجود عند الام، وهذا اللي بيمنع عمليه رفض الجنين. ها
هذا بوصلنا إلى إنه أنا عندي كومبارتمنت متكامل ما بين الفيتال بلاسنتا والماترنال. هذه الكومبارتمنت بتشكل وحدة متكاملة هرمونية بنسميها فيتو بلاسنتال ماترنال يونت أو الاف بي ام يونت، اللي بتشكل الاندوكراين انفايرومنت اللي بتساهم في عملية ثبات الحمل واكتمال الحمل وعملية ديفلوبمنت للناتال، عملية ديفلوبمنت بري ناتال ديفلوبمنت لديفلوبمنت للجنين أثناء وجوده في رحم الأم. بالنسبة للبلاسنتال هرمون، في عنا غالبية الهرمونات الميجور هرمونز هي هيومن كوريونو جونادوتروبيك هرمون أو ما يسمى مختصر بالـ HCG، هيومن كوريونيك سوماتوتروبين هرمون الـ HCS أو ما يعرف بالبلاسنتال لاكتوجين، بالإضافة إلى بعض الهرمونات الأخرى زي كوريونيك أدينوكورتيكوتروبين، كوريونيك ثايروتروبين، ريلاكسين، باراثايرويد ريليزينج بيبتايد وهيومن جروث هرمون، وأيضا هرمونات أخرى استروجين، بروجستيرون وهايبوثالاميك لايك ريليزينج هرمونز مثل جونادو ريليزينج هرمون، كورتيكو ريليزينج هرمون، ثايرويد ريليزينج هرمون، جروث هرمون ريليزينج هرمون، بلاسنتال بيبتايد هرمون، نيروبيبتايد واي، انهيبين والاكتيفين والاي ام بي. الآن عشان نفهم الاف بي ام لابد من معرفة الميجور هرمونز التي تفرز. إذا عشان نعرف التكامل ما بين الفيتال والماتيرنال والبلاسنتا، لابد من معرفة نوع الهرمونات اللي بتفرز من هذه الوحدة. هاي الهرمونات هي الـ HCG، بروجستيرون، استروجين، الـ HCS هو هيومن كوريونيك سوماتوتروبين هرمون أو ما يسمى بلاسنتا لاكتوجين، وأيضا لابد من معرفة كيف الـ FBM compartment بتشتغل أو بتعمل مع بعضها البعض كوحدة لإنتاج الاستيرويد هرمون، وبدنا نعرف آلية نقل هذه الهرمونات بين الـ FBM compartment. هذا الكيرف بوضح عملية إطلاق الهرمونات من لحظة الفيرتلايزيشن إلى الأربعين أسبوع اللي هو فترة الحمل. فنجد أنه في البداية في إنتاج لهرمون الإستروجين في بدايات، وبيبدأ يزداد مع الحمل إلى أسطل يصل البيك أثناء في نهاية الحمل يصل البيك. أيضا في هناك البروجسترون بيرتفع مستوى خلال فترة الحمل، والفترة الأخيرة اللي هي ما بعد 20 أسبوع نجد أنه الارتفاع بيكون ملحوظ. وأيضا في عنا الـ HCG بيبدأ يرتفع بعد اللي هو تقريبا الأسبوع الثالث من الحمل، وبيبدأ يصل البيك في تقريبا الأسبوع السادس، وبيبدأ ينزل معدله بشكل ملحوظ إلى أن تستقر قيمته إلى الثبات في الأسبوع 16 حتى نهاية الحمل. وأيضا بالنسبة للـ HCS ينتج تقريبا في الأسبوع العاشر من الحمل ويستمر بزيادة حتى نهاية الحمل. نتحدث بشكل أوسع أو بإسهاب أكثر عن الـ HCG، هو عبارة عن البريجنانسي هرمون، يطلق عليه اسم بريجنانسي هرمون، هو نوع من أنواع الجليكوبروتين، تميز بمولوكولار ويت 39,000 دالتون، الهاف لايف تبعته عبارة عن 24 ساعة. يفرز من خلايا تسمى سينسيشال تروفوبلاست، ويمكن أن يقاس خلال اليوم الثامن إلى التاسع بعد عملية التبويض. معدل إفرازه بيرتفع بشكل سريع جدا إلى أن يصل إلى أعلى قيمة له في الأسبوع العاشر إلى الأسبوع الـ12 بعد طبعا الأوفيوليشن، وبعد هيك بيبدأ ينزل إلى معدل منخفض عند تقريبا الأسبوع 16 إلى الأسبوع 20 بعد الأوفيوليشن، ولكن يستمر حتى نهاية الحمل اللي هو بكميته أو تركيزه المنخفض حتى نهاية الحمل. يعتبر الـ HCG والهرمون اللي بيظهر أو بيكشف عن البريجنانسي في المراحل المبكرة منه، ويصل البيك إله بعد اليوم 60 إلى اليوم 70، ويبقى بعد هيك بيبقى منخفض ويستمر منخفض حتى نهاية الحمل. اللي يتحكم في إفراز وتحكم في إطلاق الـ HCG هو Placental Gonadoreleasing Hormone. ما هي وظيفة الـ HCG؟
بحافظ على بقاء ووظيفة الكربس ليتيوم عن طريق انه بيمنع عملية الديجراديشن للكربس ليتيوم، وهذا الدور دور ال HCG في هاي الحالة كأنه دور ال LH، لأنه ال LH يحافظ على الكربس ليتيوم ليوتينايزنج هرمون. شغلة تانية انه ال HCG يحفز الكربس ليتيوم على إطلاق الاستروجين والبروجستيرون اللي وجودهم بيحافظ على نمو الاندوميتريوم اللي هي بطانة الرحم، اللي هي توفير البيئة الملائمة لنمو الجنين. ايضا وظيفة اخرى للاتش سي جي انه بيحفز اللايدج سيل للفيتس الميل الجنين الذكر لانتاج التستوستيرون، طبعا بالتعاون مع اللي هو الفيتال بيتيوتري جونادوتروفين. وبالتالي بيساعد على بإفراز ولا أو مساعدة على إطلاق التستوستيرون من اللايدج سيل الخاص بالميل فيتس، بيحافظ على عملية ديفلوبمنت الاكسترنال جينيتاليا لأعضاء التناسلية الذكرية الخارجية. أيضا الـ HCG بيعمل سبريشن لجهاز المناعة للأم، وبالتالي بيحافظ على بقاء الحمل ومنع عملية رفض الجنين وحدوث أبورشن له. هرمون آخر هيومن كورونيك سوماتو اتروبين هرمون او البلاسينتا اللاكتوجين والاتش سي اس. هذا الهرمون هو عباره عن هرمون يشبه في تركيبه الجروث هرمون، ينتج من البلاسينتا، يزداد خلال الحمل، يوجد كميه كبيره جدا وعاليه جدا في الدم الام، لكن هذه الكميه لا تصل الى الجنين. هذا الهرمون عبارة عن بروتين إن ناتشر مولكولار ويت له 38,000 دالتون، بيبدأ عملية إفراز إله في من البلاسينتا في الأسبوع الخامس من الحمل، ويستمر عملية الإفراز خلال فترة الحمل بزيادة مطردة، وهذه الزيادة تتناسب مع وزن البلاسينتا، كلما زاد وزن البلاسينتا يزداد عملية إفراز HCS. HCS بيعمل استيميوليشن لنمو الجنين، وبيعمل تنظيم لعمليات الميتابوليزم للكربوهيدرات والدهون والبروتينات عند الأم وعند الجنين. بالنسبة للبيولوجيكال إفكت للاكتو بلاسينتا اللاكتوجين أو الـ HCS، هو يعاكس فعل الأنسولين بأنه بيعمل زيادة لعملية استخدام الليبيد، ويصبح هناك الجلوكوز available للفيتوس، يعني بيزود من معدل إطلاق الجلوكوز عن طريق اللي هو تكسير الدهون، وهذا بيعاكس الأنسولين، تمام؟ وبالتالي أيضا بيساعد على إنه الجلوكوز يستخدم من قبل الفيتوس، وأيضا عملية اللي هو الميلك برودكشن. هذا الهرمون معدله أو مستوى يتناسب مع حجم البلاسينتا، فإذا انخفض معدل الـ HCS هذا يحدث في حالات نسميها بلاسينتال انسفيشنسي، معناته في مشكلة في البلاسينتا. هرمون آخر هو نوع من أنواع الاستيرويد الاستروجين، عندنا ثلاث أنواع منه: استرايول، استراديول، وإسترون. الآن الموست امبورتنت استروجينز يفرز من البلاسينتا هو الاسترايول، معدله يزداد خلال فترة الحمل، إذا على طول فترة الحمل ينتج من البلاسينتا عبارة عن استرايول، 90% ينتج من البلاسينتا من سينسيشيو تروفوبلاست. البلاسينتال برودكشن ينتج الاستروجين من الاستروجين الذي ينتج من البلاسينتا ينتقل ما بين الأم والفيتس عبر الـ FBM. إذا عندنا وحدة متكاملة ماتيرنال يونت، بلاسينتال يونت، وفيتال يونت في اتصال مباشر ما بينهم، فنجد انه عند الام الاسيتات يتحول الى كوليسترول، وبعدها يتحول الى نواه البرومينون اللي منها حتتكون منها الهرمونات الاستيرويد هرمون. لان الكوليسترول ممكن يغادر الماتيرنال يونت الى البلاسينتا، ويستخدم في انه يتحول الى بروجنينون، وايضا البروجنينون بعد ما يتحول عند الام يدخل مباشره الى البلاسينتا، وبالتالي بيبدا عمليه تكوين الاستيرويد هرمون ديهيدروبينستيرون ديون، وايضا يتحول الى استرون واسترادايول، وممكن الاسترون والاسترادايول ينتقل من البلاسينتا الى الام وايضا الى الفيتس، وايضا في وجود انزيم 16 الفا هيدروكسي ديهيدروبينستين ديون
بيحول الاسترون والاستراديول الى استريول، والاستريول ينتقل الى الماتيرنال يونت، وايضا بيتكون في الفيتال يونت عنده نفس الانزيم بيحول الى بروجستيرون، والبروجستيرون بتحول الى جلوكوكورتيكويد الى استراديول. وبالتالي انا عندي وحده متكامله ما بين الماتيرنا وبلاسينتا والفيتا، فسميناها اف بي ام يونت، وينتقل الهرمونات ما بينهم خاصه الاستروم. لا تاثير الاستروجين في بلاسينتا، الاستروجين ما هو فعله؟ انه بيزود من معدل نمو الميوميتريوم، وهذا بيكون معاكس للفعل اللي بيكون في البروجستيرون. فوجدوا انه في معدلات عالية من الاستروجين في الليت بريجنانسي تحفز ظهور الزيتوسين ريسبتور على بطانة الرحم، وهذا بيساعد على تهيئة الرحم للميلان. او الوظيفة الثانية للاستروجين انه بيعمل عملية ديفلوبمنت للمماري جلاند، وبالتالي بهذا الهرمون ضروري جدا لنمو الدكتال سيستم والالبولار سيلز الموجوده في الماماري جلاند، استعدادا لعمليه اطلاق وتكوين الحليب لتغذيه الجنين. الهرمون الاستيرويد الاخر هو البروجستيرون، معدله بيزداد خلال فتره الحمل من 80 ل 90% ينتج من البلاسينتا، وايضا بينتج من البلاسينتا وبينتقل ما بين الام والفيتال عبر البلاسينتا. البروجستينز من ضمنهم البروجستيرون له تو ميجر افكت خلال فتره البريجنانسي، فنجد انه بيدعم الاندوميتريوم، وبالتالي بيعمل تهيئه البيئه الملائمه لنمو الجنين وهو في رحم الام. فبالتالي لو صار في انخفاض في معدل البروجستيرون حتحدث عملية ديزاستر، بحيث انه بيحدث تيرمينيشن للحمل، يحدث عملية اللي هو اجهاض. الان ايضا بالنسبة للبروجستيرون بيعمل عملية تثبيط للكونتراكتيليتي لعضلة اليوترس للسموث مصل الخاصة بالرحم، بيعمل منع لحركة وانقباض العضلات الملساء الموجودة في الرحم، وهذا بيساعد على بقاء الحمل او الجنين داخل الرحم. طبعا في نهاية بيستمر طبعا البروجستيرون حتى نهاية الحمل، وايضا معه الاستروجين اللي بيعاكس فعله، وهذا بيعمل توازن بحيث انه في نهاية الحمل نجد الاستروجين هو اللي بيكون اعلى من البروجستيرون، وهذا اللي بيسهل عملية الميلاد، لان الاستروجين بيساعد على انقباض عضلة الرحم لعملية حدوث الميلاد. البروجستيرون بيعتبر ايضا بيشتغل معاكس للال اتش والاف اس اتش، اذا هو بيثبط البيتيوتري وجنادوتروبين الال اتش والاف اس اتش، وبالتالي بيمنع عمليه اوفيوليشن خلال فتره الحمل، وهذا اللي بيحدث انه لا يحدث عمليه تبويض خلال فتره الحمل بسبب البروجستيرون الذي ينتج خلال فتره الحمل. نتحدث عن هرمونات اخرى تنتج من البلاسينتا في بنسميها الفيتال ادرينال اجلاند. هاي الهرمونات بتنتج من البلاسينتا بتعوض اللي هو الهرمونات التي تنتج من الادرينال اجلاند اللي في فتره اللي هي نمو الجنين بتكونش لسه متكامله. بالنسبه لنذكركم بالادرينال اجلاند، هي تتكون من نوعين من او طبقتين من الخلايا كورتكس ومظلة. الكورتكس تتكون من ثلاث طبقات من الخلايا بتنتج أنواع مختلفة من الهرمونات الكورتيكويد، مينيرالوكورتيكويد والسكس هرمونز. أما المظلة هي تفرز الكاتيكولامينز الإبنفرين والنور إبنفرين. بالنسبة لعملية الديفلوب مثل الأدرينال جلاند، الآن الأدرينال ببداية بيصير في عنا، نتحدث عن الأدرينال كورتكس مهمة جدا لحياة الجنين، وبتبدأ عملية الديفلوبمنت إلها بعد الأربع أسابيع من حياة الجنين، والفنكشن تبعتها الفنكشن الكاملة تبعتها بتبدأ في الأسبوع العاشر إلى الأسبوع الـ 12 من حياة الجنين. فبالتالي لابد من وجود إنزيمات ضرورية حتى تعمل عملية تكوين للأدرينال هرمونز أو ما تسمى بالأدرينوكورتيكال هرمونز. في هذه الفترة بتكون هذا الهرمون بسبب عدم تكوين هذه الإنزيمات، لذلك نجد أنه الـ HCG له دور مهم جدا في عملية تحفيز الأدرينال
كورتيكال هرمون على الديفلوبمنت او الادرينال كورتكس على الديفلوبمنت. ايضا الادرينال مظله هي اوريجينيتد او تنشا من النيرفس سيستم، من الجانجليا والجانجليا الخاصه بالاوتونوميك نيرفس سيستم. بالنسبه للادرينال كورتكس في عندنا زونا جلوميرولوزا، هي عشان يحدث عمليه انتاج من هذه الطبقه لابد من وجود انزيمات الضروريه عشان تعمل على تحويل البروجنولون الى بروجستيرون، ديوكسي كورتيكوستيرون، كورتيكوستيرون والالدستيرون. ايضا زون اوف فاسيكولاتا محتاجه الانزيمات عشان تبدا عمليه تحويل البروجنولون والبروجستيرون الى 17 هيدروكسي بري بروجنولون و 17 هيدروكسو بري برو بروجنولون. ايضا 17 هيدروكسو بروجنولون يتحول الى كورتيزول وهو الميجر كورتيكويد او جلوكوكورتيكويد في هذه المرحله. اما زونا اوف ريتيكولاريس بتعمل عمليه تحويل ل 17 هيدروكسي بري بروجنولون الى دي اتش اي اي والادرينو ستين دايون وهو النوع من انواع الاندروجينز. الان بالنسبه للبروجستيرون والاستروجين زي ما حكينا انه بينتجوا او بيصل البيك لهم خلال الاسبوع الخامس الى الاسبوع السادس من الحمل، بيبدا اللي هو زياده مطرده خلال هاي الفترة، بيكون بيبدأ من الكربوسليتيوم وبعد هيك الكربوسليتيوم بيبدأ بيقل عملية إنتاجه، لكن في وجود بيقل إنتاج هذه الهرمونات من الكربوسليتيوم إلا إنه طالما إنه في هناك حمل بيبدأ الـ HCG بيحفز بقاء الكربوسليتيوم وتبدأ عملية بقاء اللي هو هذه الهرمونات أنها تنتج. تمام. بعد هيك كمان في عنا ايضا هرمونات تنتج من البلاسينتا، هي بروجستيرون والاستروجين تنتج من البلاسينتا، وهي الكميه كافيه جدا انها تحافظ على الحمل ونمو الاندوميتريوم ومنع حدوث المنستريشن ومنع الاوفيوليشن وبقاء الحمل واستمرار الحمل حتى نهايته. إذا خلال الحمل نجد أن هناك كميات عالية جدا من الاستروجين، هاي الكميات تعمل انلارجمنت اللي هي عملية تضخم لليوترس والبريست عند الأم، وبتساعد على تضخم الفيميل اكسترنال جينيتاليا للأم، وأيضا بتساعد على عملية ديفلوبمنت للفيتس. أيضا البروجستيرون له وظيفة مهمة جدا، له تأثير إنه بيعمل decreasing للcontractility الخاصة باليوترس للأم أثناء فترة الحمل لمنع العملية الإجهاض والحفاظ على البيبي داخل الرحم، أيضا تمنع عملية انقباض الرحم وبالتالي منعت الأبورشن. فبالتالي لما نجد إن الأستروجين عالي والبروجستيرون عالي في هاي الفترة، نجد إنه في نهاية الحمل نجد الأستروجين بيكون أعلى قيمة من البروجستيرون، وهذا اللي بيخليه إنه يضغى على فعل البروجستيرون إنه بيمنع عملية انقباض عضلة الرحم. فنجد إن الأستروجين في نهاية الحمل بيساعد إنه الرحم ينقبض، وبالتالي بيزود من معدل المستقبلات الأوكسيتوسين على سطح اليوترس او الاندوميتريوم، فبالتالي بيساعد لعمليه الدليفري انها تتم وعمليه الميلاد. يعطيكم العافيه.